السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي تلاميذ الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم وطابت أوقاتكم. إليكم أسئلة مادة الاجتماعيات، امتحانات نهاية السنة 2023. السؤال الأول ملاحظة، الإجابة على 4 أسئلة فقط. السؤال الأول، عرف خمسا من ما يأتي: جبل حصاروست، شط العرب، 3 المدرسة النظامية، 4 بلاد الرافدين، 5 المجتمع، 6 المواطن. السؤال الثاني، أجب عن كل من ما يأتي: أولا اذكر مميزات المدرسة المستنصرية، ثانيا اذكر أهمية الزراعة، 3 عدد واجبات المواطن للمحافظة على الممتلكات العامة. السؤال الثالث، املأ الفراغات التالية بما يناسبها: أولا يجاور وطننا من جهة الشمال فراغ، اثنيا يعتبر سوق فراغ من أعظم أسواق بغداد، 3 تشكل السياحة مورد اقتصادي بعد فراغ، 4 اشتهرت المدن العراقية بتأسيس دور العلم في العصر فراغ، 5 الأسرة هي إحدى مكونات فراغ، 6 الدفاع عن فراغ واجب وطني مقدس. ب تكلم عن علماء التاريخ المعاصر في ميدان الشعر. السؤال الرابع، ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة: أولا تتميز المنطقة الجبلية بالطابع الصحراوي، اثنيا من المخاطر التي تهدد البيئة هو تلوث المياه، 3 الالتزام بالأنظمة والقوانين من أهم واجبات المواطن، 4 سكان العراق هم أول من اخترع الكتابة، 5 المعابد أماكن للعبادة فقط، 6 يتركز السكان في منطقة السهل الرسوبي. سؤال خامس، ارسم خارطة العراق موضح عليها ما يلي: الإقليم الصحراوي الحار، بلاد سومر، 3 المصافي النفطية. ب عدد أهم الحضارات. عندنا النموذج الثاني للأسئلة. السؤال الأول، عرف خمسا من ما يأتي: أولا المواطن، اثنين القضاء، 3 أبو إسحاق الصافي، 4 المدرسة المستنصرية، 5 الدولة، 6 الكتابة المسمارية، 7 شط العرب. السؤال الثاني، املأ الفراغات الآتية: أولا واضع علم الكيمياء ومؤسسه العالم فراغ، 2 يجاور وطننا العراق من جهة الشرق فراغ، 3 يتركز سقوط الأمطار في وطننا العراق في فصل فراغ، 4 أسست الكوفة على يد سعد بن أبي وقاص عام فراغ، 5 حقل بابا كركر أحد حقول فراغ، 6 التركمان أحد فراغ المجتمع العراقي. السؤال الثالث، ما هي أولا ألف ما هي مشاكل المياه في العراق؟ وضح ذلك. فرع ب ما هي أهم الروابط المشتركة بين أبناء المجتمع العراقي؟ عددها. السؤال الرابع، ضع كلمة صح أمام العبارة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة: أولا تشكل المنطقة الجبلية 6% من مساحة العراق، 2 تنتشر الأهوار في الأقسام الشمالية من وطننا العراق، 3 إن مؤسس المدرسة النظامية الوزير السلجوقي نظام الملك الطوسي، 4 تنتشر صناعة الكبريت في شمال العراق وتحديدا في محافظة نينوى، 5 يشكل السهل الرسوبي مساحة 55% من العراق، 6 المسعودي هو أبو الحسن علي بن الحسين يتصل نسبه بالصحابي عبد الله بن مسعود. سؤال خامس، بماذا اشتهر كل من أولا محمد مهدي جواهري، 2 زها حديد، 3 عبد الجبار عبد الله، 4 بدر